بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب مدارس العبير الأهلية القسم الابتدائي المرحلة العليا قسم العلوم الصف الخامس الابتدائي، معكم اليوم ودرس الغلاف الجوي والطقس. هل تسخن أشعة الشمس الأرض بدرجات متساوية؟ وما السبب؟ وما اسم الطاقة الشمسية التي تصل للأرض؟ لا تسخن أشعة الشمس الكرة الأرضية بدرجات متساوية، ويرجع السبب في ذلك إلى شكل الأرض الذي يشبه الكرة، وهذا يؤدي إلى اختلاف ميل أشعة الشمس على سطح الأرض من منطقة إلى أخرى. وتسمى الطاقة الشمسية التي تصل للأرض بالإشعاع الشمسي. ما هو خط الاستواء؟ خط الاستواء هو خط وهمي ينصف الكرة الأرضية إلى شمال وجنوب، وتصل إليه أشعة الشمس عمودية، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء يزداد ميل أشعة الشمس، وبذلك نجد المناطق القريبة من خط الاستواء هي أعلى المناطق في درجات الحرارة، وكلما ابتعدنا يمينا ويسارا عن خط الاستواء تقل درجات الحرارة إلى أن نصل إلى القطبين فتكون هي أقل درجات الحرارة. فأي أجزاء الأرض تكون أشعة الشمس أقل تركيز؟ عند القطبين، لأنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء بتقل درجة الحرارة ويقل وصول أشعة الشمس. طبقات الغلاف الجوي. ينقسم الغلاف الجوي إلى 5 طبقات. أول طبقة 1 التروبوسفير، وهي أقرب الطبقات إلى سطح الأرض وتحدث فيها جميع الظواهر الجوية والطقس وجميع ظواهر الطقس، ويتراوح سمكها ما بين 8 إلى 18 كيلومتر، وتسمى أيضا طبقة الطقس. 2 طبقة الستراتوسفير، وتمتد إلى ارتفاع 50 كيلومتر، وتتميز بوجود طبقة الأوزون فيها. 3 طبقة الميزوسفير. 4 طبقة الثيرموسفير. 5 طبقة الإكسوسفير، وهذه الطبقة الخارجية للغلاف الجوي تمتد حتى ارتفاع 640 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر، وحيث تصبح الغازات قليلة ومتباعدة. ما هو الطقس؟ الطقس هو وصف لحالة الجو في مكان محدد في فترة زمنية قصيرة. وأهم العوامل في الطقس هي درجات الحرارة، سرعة الرياح، الهطول، الغيوم. ما هو الضغط الجوي وما هي العوامل التي تتحكم فيه؟ الضغط الجوي هو القوة الواقعة على مساحة معينة من سطح الأرض بفعل وزن الهواء الجوي فوقه، ويقاس الضغط الجوي بوحدة البار. العوامل التي تتحكم في الضغط الجوي: 1 الحجم، كلما زاد الحجم كلما قل الضغط الجوي. 2 درجة الحرارة، كلما ارتفعت درجة الحرارة قل الضغط الجوي. 3 الارتفاع عن سطح البحر، كلما ارتفعنا لأعلى قل الضغط الجوي. 4 الرطوبة، وهي كمية بخار الماء في الهواء، وكلما زادت الرطوبة كلما قل الضغط الجوي. الرياح العالمية هي الرياح تحدث بسبب اختلاف تسخين أشعة الشمس إلى كوكب أو إلى الكرة الأرضية. فالمناطق القريبة من خط الاستواء مناطق مرتفعة الحرارة، وكلما ابتعدنا عنها تقل درجة الحرارة، وينشأ عن ذلك رياح عالمية تهب من القطبين متجهة إلى خط الاستواء. يبقى الرياح العالمية هي رياح تهب على مساحات واسعة من الأرض في اتجاهات محددة ومعروفة. من الأمثلة على الرياح العالمية هي الرياح التجارية. الرياح المحلية هي رياح تهب في مساحات محددة وفي مناطق معروفة بسبب اختلاف تسخين الشمس لها. أمثلة على الرياح المحلية: نسيم البحر، نسيم البر، نسيم الجبل،
ونسيم الوادي. بيحدث نسيم البحر نهارا في المناطق القريبة من شواطئ البحار والمحيطات، حيث تتجه الرياح نهارا الباردة من البحر إلى البر، وفي الليل تحدث اتجاه الرياح من البر إلى البحر. ما هي أجهزة قياس الضغط؟ يقاس الضغط الجوي بجهاز البارومتر، وهو نوعان: بارومتر زئبقي وبارومتر فلزي. وتقاس الرياح بعدة أجهزة، واحد منها كيس الرياح الذي يحدد اتجاه الرياح، اثنين الأنيمومتر الذي يحدد سرعة الرياح، ومؤشر الرياح أو اتجاه الرياح أو دوارة الرياح الذي يحدد اتجاه الرياح. تقويم ختامي: اكتب المصطلح العلمي. واحد: رياح تهب لمسافات واسعة في اتجاهات معروفة. الإجابة هي الرياح العالمية. اثنين: القوى الواقعة على مساحة محددة بفعل وزن الهواء. الإجابة هي الضغط الجوي. ثلاثة: وحدات قياس الضغط الجوي البار. أربعة: حركة الهواء البارد نهارا من البحر إلى البر. الإجابة هي نسيم البحر. مع تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.